بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 56 بعد 105. نتناول آيات من سورة الواقعة، وكما ذكرنا في فضل سورة الواقعة أن سورة الواقعة يعني من قرأها في يوم لم تصبه فاقة ولا فقر ولا حاجة. كنا قد وصلنا لقوله سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أنتم لنزلتم الماء من السحب واللحنة لو نشاء جعلناه أجاجا أي ماء مالحا فلولا تشكرون. يقول تعالى: أفرأيتم النار التي تورون. شفتوا النار اللي أنتم تنوروا بها دي؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ مين اللي أنشأ النار؟ مين اللي حط الطاقة في النباتات الخضراء؟ مين؟ ربنا. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. والنار دي ممكن تستخدمها كمصدر للوقود، تطهي الطعام، ممكن تستخدم النار دي عشان تسخن مية مثلا عشان لزوم التدفئة، وممكن المية دي تستخدمها مثلا لأغراض البحث، يعني حد بيستخدم المية الماء الثقيل والماء الخفيف ويعمل له أبحاث طاقة نووية وغيره، لدرجة إن في سيارات إن شاء الله في القريب العاجل هتدور بالمياه، يعني تحط العربية مية بدل البنزين. ربنا سبحانه وتعالى عمل في الماء معجزات، مثلا 80% من جسم الإنسان أو أي مخلوق عبارة عن إيه؟ مية. يعني أغلب جسمنا سوائل، العين تسبح في مية، الأنف فيه إفرازات سائلة، الفم ها اللعاب سوائل كلها مية، مش كده؟ الإفرازات بتاعة المعدة، الأمعاء، الكبد، كل دي الإفرازات الهاضمة في اليوم 4.5 لتر. 4.5 لتر إفرازات هاضمة من المعدة اللي العصارة الصفراوية اللي العصارة البنكرياسية، ليه 4.5 لتر كل يوم؟ لدرجة إنه بيبقى فيه مشكلة في العصارات الهاضمة دي للناس اللي هي نايمة في السراير بيد ريدن، أو الناس اللي هي عيانة ما بتاكلش وبنركب لها سوائل، برضو عندها الإفرازات وإن كانت أقل شوية. يعني بدل ما يفرز الإنسان العادي 4.5 كيلو أو 4.5 لتر، في الإنسان اللي نايم بيفرز مثلا 2.5 لتر 3 لتر كل يوم وهو نايم، صرفها إزاي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن المية وبيكلمنا عن النار، وبعدين يقول لنا بقى بعد كل النعم دي فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. النجوم دي مواقعها فيها أسرار، ولازم البحث العلمي في يوم من الأيام يقول لنا على أسرار البحث العلمي. احنا لغاية دلوقتي في النجوم ما بنعرفش غير أنت والنجوم وحظك اليوم، وأنت نجمك إيه ومواليد إيه وبرجك إيه. وطبعا النجوم بتاخد أشكال في السماء، شكل زي الدلو، شكل زي الحوت، شكل زي الميزان، شكل زي الثور. فكل مجموعة من النجوم في السماء تأخذ شكلا، الشكل ده بيبقى مناسب شهر معين، يعني مجموعة النجوم بتاخد في الشكل في الشهر ده شكل يشبه الثور، فيبقى المواليد اللي بيتولدوا في هذه الفترة يبقى مواليد برج الثور مثلا. ففي بعض الناس، مش عايز اقول لك 3/4 الكرة الأرضية، بيؤمنوا ان كل فايدة النجوم انها لما بتاخد اشكالا معينة في السماء لها تأثيرات مجالات مغناطيسية معينة على الأرض، هذه المغناطيسات وهذه المجالات بتؤثر تأثير ما على الأجنة في الأرحام. يعني إيه؟ يعني ممكن نلاقي أفراد لهم صفات مشتركة، أفراد برج الحمل يعني شبه بعض لهم صفات مشتركة، الناس اللي بيتولدوا في برج الثور أو الدلو أو الميزان لهم صفات مشتركة. هذا لا يعني ادعاء الغيب، ولا لا يعني أن النجوم خلقت الناس، ولا دي بعض التأثيرات الموجية أو الكهرومغناطيسية على الأرحام، هذا لا يعني ادعاء الغيب ولا شيء. لكن هل مواقع النجوم دي لها أثر أعظم من هذا؟ أكيد العلم لسه ما قالناش، إنما ربنا لما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم يبقى ربنا قصد هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والنجوم إلا ما يهتدى بها. يعني ساعات بنعرف بالليل المجموعة دي اتكونت يبقى الفجر قرب، ها المجموعة دي اتكونت يبقى لسه الغسق، يعني في ناس بتشوف النجوم. طب هل يا ترى إحنا في المدينة وفي الأضواء الساطعة تقدر تشوف حاجة في السماء إطلاقا؟ نحن لا نستطيع أن نرى النجوم إلا في الظلام الدامس لما نور يقطع تمام شنور تقدر تشوف النجوم، إنما تقعد في نور ساطع ونور كهرباء عالي وعايز تبص على السماء مش هتلاقي فيها أي حاجة. يبقى لكي ترى النجوم لابد أن تكون في ظلام دامس. يقول تعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إن شاء الله البحث العلمي في الأيام الجاية يقول لنا إيه هي عظمة مواقع النجوم. وإنه لقرآن كريم، نعم في كتاب مكنون، نعم كتاب المكنون عند ربنا ده اللي هو ايه في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على هذا الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ اللي فيه القرآن: لا يمسوه الا المطهرون. طبعا في بعض الناس قالوا انه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني المصحف،
ولا يمسه الا المطهرون، يعني ما حدش يمسك المصحف الا حد طاهر متوضئ. يبقى كده ما ينفعش امرأة حائض تمسك مصحف، وما ينفعش واحد عنده جنابة يمسك مصحف. لا يا جماعة مش كده، ده مش معنى الآية. إنما هم قالوا الآية دي نزلت إيه؟ قالوا إن الشياطين هي اللي نزل بالقرآن، فربنا قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة. الملائكة. لكن امرأة حائض بتنقل المصحف مكان لمكان، ايه المشكلة؟ لدرجة ان احنا عندنا في الازهر الشريف عندنا بنات في اعدادي وبنات في ثانوي يدرسوا في الازهر وبنات في جامعة، فالقرآن الكريم مقرر عليه. يعني ايه؟ يعني المصحف كله مقرر، الناس لازم تسمع. فيجي بعض البنات في اول التعليم يقول لك، كل ما تقول لواحدة سمعي القرآن تقول لك انا عندي الدورة، انا عندي الحيض، عندي الدورة الشهرية مش هسمع. فاتخذ المجلس الاعلى للازهر قرارا بأن جميع البنات تسمع قرآن حتى أثناء الدورة الشهرية. معنى هذا إيه؟ معنى هذا إن أنا لازم أحفظ قرآن وراجع قرآن، يعني امرأة أو بنت تراجع القرآن وتحفظ القرآن وعليها الدورة الشهرية وعندها امتحان. أنت مصدق هذا؟ هو ده والله اللي ماشي. فإذا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وهذا يرد على من قالوا أن الشياطين هي التي تتنزل على بالقرآن على النبي محمد، فربنا قال لهم لا مش الشياطين، إنهم عن السمع لمعزولون، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وربنا بيقول في سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. يجي بقى ناس بنات وستات ما بتقراش قرآن ولا بتمسك المصحف ولا بتسبح ربنا حتى، ليه يا فلان انا عندي الدورة؟ وبعدين الدورة الشهرية بيبقى لها ساعات علامة بتقعد تنقط يوم واثنين ما بتحسبوش، يعني بتصلي وتصوم وتقرا قرآن، وبعدين النزف الدموي يقعد ثلاث اربع ايام نزف شديد، وبعدين يقطع يوم اثنين بينزل نقطة او نقطتين. المفروض ان المرأة بتمتنع عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن في الثلاث ايام بتوع النزف الشديد، انما اول نقطة للعلامة يوم واثنين ما تتحسبش، واخر يومين اللي هم فيهم نقط ما تحسبش، بيسموها طبة ابليس، حتى لو هي اغتسلت وصلت ثلاث نقط دم ما فيش اي مشاكل. يبقى اللي انا عايز اقوله انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون اي الملائكة، ده ملوش دعوة بالحائض والبنب والكلام ده، تنزيله من رب العالمين. وبعدين في سورة الواقعة العظيمة ربنا بيقول افبهذا الحديث انتم مدهنون، انتوا مش مصدقين الكلام ده. ده في مشهد، يعني المشهد ده انا كنت بقراه كتير جدا جدا بس لما عشته فهمته. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، يعني الروح طلعت لغايه الحلقوم، وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن واحد بيموت وكلنا حواليه، يعني واحد بيموت وكلنا حواليه، نقدر نرجع له الروح؟ لا. نقدر ناخر خروجها؟ لا. نقدر نوقف اي حاجه في قضاء الله؟ لا. عشان كده الموقف ده، يعني مش عايز اقول لك مش هتصدق لما تعيشه، تشوف كده حد بيموت وانت قاعد وده طبيب وده طبيب والاطباء موجودين والناس موجوده وده بيدلك وده بيقيس الضغط وده بيعمل، والروح بتطلع والملائكه خدت الروح ومشيت وكل الناس دي قاعده ولا عملت حاجه. شوف، فلولا اذا بلغت الحلقوم، الروح بتتسحب من الرجلين، الروح بتتسحب من الرجلين وتطلع الحلقوم واخر حاجه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وإحنا كلكم قاعدين تبصوا ولا حد فيكم يقدر يعمل حاجة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مين اللي أقرب للميت؟ ربنا. طب مين اللي شايف؟ ما حدش شايف. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. مش أنتم تقولوا ما فيش حساب؟ ما فيش ربنا؟ طب الميت اللي بيموت ده رجعوا له الروح تاني. فلولا إن كنتم غير مدينين، مش تقولوا إن أنتم مش هتحاسبوا؟ غير مدينين أي غير محاسبين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجع الروح مش هنقدر للأسف. ونرجع تاني للحدوتة بتاعت أول السورة، إحنا عندنا ثلاث ناس اللي هم السابقون وبعدهم أصحاب اليمين واللي بعدهم أصحاب الشمال. نرجع تاني للثلاثة دول أثناء الموت. ربنا بيقول إيه؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. دول المقربين أوي، ربنا اجعلنا منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين الوحشين دول فنزل من حميم، اعوذ بالله وتصليه الرحيم، ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ربنا يجعلني واياكم من اهل اليمين ان شاء الله، نلتقي في الحلقه القادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.